السلام عليكم الإخوان، تحياتي إليكم الإخوان والأخوات. هذه تقريبا 7:30 ديال الصباح، الأربعاء، 2 ماي 2018. كنفيق بكري، أنا كنفيق بكري، مخدامش، أنا مخدامش، أنا كنعيش في نيويورك في الميريكان، اللي أكثرية ديال الناس من المدينة والأصدقاء واسمو راه كيعرفوني، والناس اللي كنت معاهم في ليبيا في 1983 في طرابلس راه كيعرفوني، والناس اللي كنت معاهم في لاسويس راه كيعرفوني. على كل حال ما كاين ما نخبي عليكم، الصباح هذا هوت لتحت باش حاشاكم ندي شي زبل، كاين لتحت عندنا فين كنديرو الزبل، حنا ساكنين هنا كاين 6 ديال الطبقات. اش غنقول لكم خوتي، الله يكون في عوانكم والله يكون في عواننا. حنا حقرونا الطوبات، الطوبات حقرونا، ورا غادي نحاول ما امكنني نحاول باش نفيق هاد الخطره بكري بكري بكري، الوقت اللي خرجوا الزبل، خرجوا الزبل، وغادي نصور لكم الفيديوهات ديال الطوبات. حنا حقرونا، حنا ما كيزيدوش عندنا في الثمن ديال الزيت ولا ديال الماء وديال الخبز ولا اسمو، ولكن اش غنقول لكم، الله يكون في عوننا. يعني العظمة ديال هاد البلاد اللي هي كما كتعرفوا اللي كتشاهدوا، اللي هما عندهم الطيران وعندهم تيقنبلوا، اللي عندهم الصواريخ واللي عندهم اسمو، ما قدوش هاد الطبات. حنا دابا العكس ديالكم نتوما، العكس ديالكم نتوما، نتوما ماشي حاقري عليكم الطبات، لا ما حاقريش عليكم الطبات، نتوما حاقرين عليكم الفيران، الفيران اللي حاقري عليكم، لان انا مغربي وكنعرف الوضعيه وعشت في البلاد وعشت وكنعرف المغرب وكنعرف القوى ديال اللي دازو. يعني راه انا عرفتي راه كان عندي غير بيت في غاس الداري بالبونجا وما عنديش حتى الراديو، ما نهضروش على الضوء على الماء. يعني اش كنقول لكم، انا راه عشت فيه من 1970، اسمحوا لي، من 1970 حتى حنا علي الله مشيت لليبيا 1983، ومع ذلك مشينا لليبيا بالكونترات واسمو، عزلونا دارونا في التريلات بحال البهيم، دارونا جابونا تريلا كبيره فيها كليماتيزور، ولكن دارونا مع شي 40 واحد في التريلا، واحد الحاله لا يرثى لها وصافي. يعني اش غنقول لكم، انا موضوع من هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، انا مفهوم من هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم من خلال التجربه ديالي من يعني من دول اللي مختلفه. انا كنصحكم اخوتي المغاربه، اخوتي المغاربه المغرب الكبير، اخوتي العرب والمسلمين، المشكل فين كاين؟ الى حيتي وزير يجي وزير، وشكون هما هاد الوزراء؟ هما حنا، واخا يعني بحال اللي كيقولوا هنا، يعني اللي هو منعوت فيه الثور الكحل، يعني البوغي مان كيسميوه بالانجليزيه، هنا بالانجليزيه البوغي مان، دائما خاص شي واحد اللي نعتو فيه، دائما شي واحد اللي خصنا نتهموه، دائما هذه لاحظوها معايا، هذه غادا تبقى مرارا وتكرارا من جينيراسيون لجينيراسيون اخرى. اللي خصكم تفهموا الاخوان، راهما حنا هذاك الوزير، راهما حنا هذوك الوزراء، هما حنا هذوك الناس اللي في اسمو في راه نفس المونتاليتي، هذه سيت اون مونتاليتي خاصها تغيير. العقليه ديال الانسان خصو يفكر، حنا خلا انا سمعت واحد ايجيبشن قال لك الغرب سابقين بالصناعه، لا 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 لا، بيفور قبل ما تقول الصناعه كاين الافكار، ماشي ما يمكنش حنا شي ولو جيبوا لنا حنا كاع الوزينات ديال الصناعه ديال الغرب كلهم وحطوهم عندنا في البلدان ديال الدول العربيه، ما غاداش نطابق مع لاكيلتور ديالنا ومع المونتاليتي ديالنا. رخص هذا يتشانج، هذا خصو يتبدل، خاصنا كيفاش كنشوفوا واحد الحاجه،
خاصنا نعبروا عليها تفكيريا، ماشي غير كيفاش كنشوفوها نظريا ديريكت. يعني بحال واحد مثلا لوحه، واحد مثلا لوحه اللي مصبوغه، اللي صبغها الارتيست، ملي كتشوفها الارتيست كيدير كيصبغها وكيحطها لك انت باش تشوفها، ولكن انت عندك اختلاف، هو غير كيحطها، فهمتي؟ يمكن تسولو، يمكن عندك افكار، ولكن هذيك افكار ديالو، تتبقى الافكار ديالك انت كيفاش غاتانتربريتي، كيفاش غاترجم هذيك اللوحه. الحياه ديالنا حنا، المشاكل ديالنا حنا اللي كنعيشوها حاليا، خاصها تانتربريتا، وخص المجتمع ينضم بعضياته، وخصها تكون محاوره، خصها تكون واحد المناقشه، محاوره. خلينا من لا فيولونس، خلينا من الضرب والشتم، خلينا كفى كفى. دابا اليوم عندنا التقنيات باش نهضروا، باش فهمتي، باش نتواصلوا المكالمه من بعيد، ولكن ماشي نشتموا واحد الانسان، خاصنا نسولوا. حنا المغاربه، بعدا نهضر على بلادي، حنا المغاربه فينا واحد القضيه، اكثريه كنهضروا بزاف وما كنسولوا القليل. راه قالها الطاهر بن جلول واحد في واحد المناوره، قالها. يعني الديفو ديالنا حنا خصنا نتصنتو، خصنا نتعلمو كيفاش نتصنتو، خصنا نسمعو نتصنت، لان اللي كيتصنت عنده القوه اكثر من اللي كيهضر. اللي كيتصنت كيشرب اكثر وكيابسورب اكثر من اللي كيهضر. من اللي كيهضر، اللي كيهضر بحالي انا دابا كنهضر كنفكر، كنهضر كنفكر، ولكن واش غادي عندي واحد القدره اللي غادي نحافظ على لابسورباسيون من الهضره ديالي؟ كيجي صعيب باش غنابسوربيو. لا، رغم ان الطاقه ديالي ديال كنخلق الهضره، وكنخلق الافكار، وكنعطي نظريات، وكنحاول نعبر بليزيماج، كنحاول نعبر يعني باللوحات. ملي كنهضر هضره بحال كنصبغ واحد اللوحه. يعني هذا اللي بغيت نقول لكم، راه اللي كيتصنت راه عنده قدره كثيره. شتي انا نعلمكم واحد القضيه، نعطيكم واحد الفكره. شتي الى كتصنت واحد الانسان ولقيتي على انه هذاك الانسان كينافق وكيكذب واسمو، يعني ما تسبوش. شي حاجه وحده اللي غتقول ليه، قول لي انا ما بقيتش كنتصنت لك، صافي. لا وزير ولا اي واحد، الا بغيتي يعني الا بغيتي تقتلو، ولا انا ما غنتصنتش لك. وفعلا طبق هذه القضيه، ماشي غتقول لي ما تصنتش لك وتمشي تحل التلفازه ولا شنو تصنت ليه، فهمتي؟ ما تصنتش ليه. وحنا من هنا عندنا واحد الانطلاقه. بعدا كنشكركم على التضامن اللي درتو، يعني تحتو فيه ونجحتو فيه، مبروك عليكم. هذه بعدا يعني واحد الخطوه كبيره، وكنتمنى يعني نكونوا واقعيين، نكونوا حقيقيين وواقعيين، ونبقاو منضمين في داكشي اللي كنامنوا، داكشي اللي كنامنوا به نضمنوا به، ونبقاو نطوروه ونزيدو به قدام، ونكونوا حقيقيين ثاني. عاود ماشي غندير واحد الحاجه وما نفكروش واش حنا واقعيين، واش حنا غالطين ولا لا. وحاجه اللي بغيت نقول لكم، انا الا نتعلموا هذه القضيه ديال الاعتذار، الانسان اللي غلط وارتكب غلط، حنا كاع ماشي معصومين، حنا كاع ادم، زعما عندنا الضعف ديالنا، وعندنا فهمتي لي ديفو والكاليتي. خاصنا نتعلموا نطلبوا الاعتذار. كوزير الا غلطتي ما تسبش الناس، هذه ما كدارش هذه في يعني انت ماشي انت واحد الرجل سياسي، انت منك انت كيشوفوا الناس، الجيل الصغير كيتعلموا منك انت، فهمتي؟ ماشي ما تقمعناش بالسبان ولا تحاول ترضيهم، تقنعهم بانك انت راك على الطريق، على صواب. انت ماشي على صواب، خص الاعتذار، تعتذر للناس وتقول لهم سمحوا لنا غلطنا، وحنا غادي نصلحوا هذا الغلط. هذه ماشي صعيب، هذه ماشي صعيب، ماشي صعيب. وهنا كتعلم الشعب، كتعلمو حتى هو كياخذ منك واحد الافكار ديال الاعتذار. كيقول لك هذا وزير واعتذر، ما غادا انا الا غلطت في الدرب، ولا غلطت مع الدار، ولا غلطت مع صاحبي، اعتذر، لانه وزير اعتذر. انت كتعلم الناس، انت ماشي كتجر الناس الفتنه ويدناي كتغطي بحال اللي كيقولوا الشمس بالغربال. انت كتحاول تغطي الشمس، ولكن كتغطيها بالغربال، كتضربك ديك الشعاع، كترجع عليك ديك الشعاع على عينيك،
هذا هو المفهوم اللي وقع، هذا الشيء اللي وقع لك يا وزير ولا يا نائب. المهم وهو هذا، يعني حنا خصنا نتعلموا نعتذروا، خصنا نتعلموا نتصنتوا. وانا كنفكر واحد القضيه، علاش ما ديروش لي فوروم؟ انا كنعطي على اقتراحاتي للدوله، علاش ما ديروش كل بلاد ولا بحال مثلا الدار البيضاء يكونوا فيها اربعه ديال لي فوروم ولا خمسه ديال لي فوروم اللي هما بحال، علاش ما ناخذوش دوك السينمات اللي مسدودين، نحافظوهم، نحافظو عليهم ونطوروهم، يعني نصوبوهم ونديروهم لي فوروم فين يتجمعوا الناس باش تنسجم مع الدوله، فين يجيو المسؤولين ويجيو تما، يعني بواحد النظام وبواحد اسمه، ويجي يدخلوا الناس تما بالتيكيتات ديالهم فابور، ماشي تخلصوهم ولا يخلصوا غير مثلا غير ديك التيكيتة، يعني واحد الدرهم ولا اسمه شي حاجه بسيطه، لان غادي يكون خصو يكون شويه ديال المشروبات تكون اسمه للناس واسمه، ماشي غايجيو الناس تما وريحوا الهضره هضره وعيانين. يكونوا لي فوروم تكون محاوره بين المسؤولين وبين المؤسسات وبين الشعب، هذه هي الطريقه الوحيده، لا كومونيكاسيون، علاش الله عطانا فمنا عطانا دماغنا باش نكومونيكاسيون.